حتى يمر الشهر السابع بسلام يجب على الحامل اتباع العديد من النصائح المتعلقه بنظام الحياه من ابرز هذه النصائح ما يلي: اولا ممارسه التمارين الرياضيه بانتظام هذا بموافقه الطبيب مع الحرص على الحصول على فتره من الراحه القصيره تتخلل وقت الرياضه حيث تساعد ممارسه التمارين الرياضيه على تسهيل الولاده والتعافي بشكل اسرع هذا بعد الولاده من التمارين الرياضيه التي عاده ما يوصى بها المشي والسباحه. ثانيا تجنب الوقوف او الجلوس في الوضعيه ذاتها لفترات طويله للحفاظ على مرونه الجسم. ثالثا الاسترخاء والتغلب على التوتر والافكار غير المهمه من خلال ممارسه هوايه معينه مثل قراءه كتاب او الاعتناء بحديقه المنزل. رابعا الحصول على الراحة قدر الامكان، واعتماد النوم على الجانبين مع وضع الوسائد عند البطن وبين الساقين، وتجنب النوم على الظهر الذي يصبح صعبا مع تقدم الحمل. خامسا ارتداء الملابس القطنية المريحة ذات التهوية الجيدة لاحتمالية ارتفاع معدل التعرق نتيجة ارتفاع حرارة الجسم الأساسية. سادسا استخدام مزيلات العرق المصنوعة من المواد الطبيعية للتخلص من مشكلة التعرق الزائد في حال حدوثها. سابعاً إجراء فحوصات الدم بشكل روتيني لمتابعة قوة الدم. ثامناً الإقلاع عن التدخين والكحول بشكل تام والحرص على عدم التعرض للتدخين السلبي أي عدم مجالسة المدخنين لما في ذلك من تأثير خطير على صحة الجنين. تجنب الإنحناء عند مواجهة صعوبة في ذلك ومحاولة اختيار وضعية مريحة للجسم دائما. تاسعا تجنب حمل الاشياء الثقيلة ورفعها لما قد تسببه من ضغط على البطن وقد يؤثر ذلك في نمو الجنين. عاشرا تجنب الضوضاء والصخب لان سمع الجنين قد اكتمل والتعرض للاصوات المرتفعة جدا يسبب الانزعاج للجنين. كما يجب على الحامل ممارسة تمارين التنفس والتأمل والاسترخاء لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة بشكل يومي، مثل التنفس العميق المتحكم فيه والتنفس الضحل. أخيراً الحصول على اللقاحات الموصى بها أثناء الحمل، هذا بحسب حالة المرأة، إذ يهدف أخذ اللقاح إلى حماية المرأة والجنين.